يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تذكروا لنا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله دائما من لوازم ذاته سبحانه وتعالى، أما الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء، هي التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى متعلقة بالمشيئة. أما الصفات الذاتية هذه من لوازم الذات ولا تتعلق بالمشيئة. نعم.